بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في مدارسة هذا المجلس الثامن في مدارسة أحاديث الفتن والحوادث من جمع الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردن علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا أخرجاه. هذا حديث حذيفة بن اليمان الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. والحديثان: الأول في الأمانة، وأنها لما أنزلت جعلت في أصل أي في جذر قلوب الرجال، هذه في الأمانة. والحديث الثاني في المبايعة في السمع والطاعة. يقول حذيفة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، والمراد بالرجال هنا الرجال والنساء، لكنه عبر بالرجال لأن العبرة بالمخاطبة بالذكور، والنساء لهم تبع. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إذن الأمانة كأنها فطرية، حتى غيرتها المعاصي وغيرها ضعف الدين وضعف الإيمان. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فإن هذه الأمانة النازلة ترتفع في آخر الزمان، ينام الرجل النومة فيقبض الأمانة من قلبه، يقبضها الله جل وعلا فلا يكون أمينا، وإنما يظل أثرها في قلبه مثل الوقت، وهو الأثر اليسير، وهو سواد يسير يدل على أثر كان قبله. ثم ينام النومة فيظل أثرها مثل المجل، أي مثل الخط، كالجمر إذا دحرجته على رجلك يحصل انتفاخ، فما أسرع ما يزول هذا الانتفاخ، فنفط أي انتفخ، فتراه منتبرا أي وارما ومنتفخا وليس فيه شيء.
ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله ليبين أثرها أنها ذهبت كأن لم تكن، فيصبح الناس يتبايعون، وذلك إذا رفعت الأمانة من نفوسهم وقلوبهم وصدورهم، يتبايعون السلع. ومعلوم أن البيع لما كان فيه أخذ وإعطاء وتأجيل للثمن أو تأجيل للسلعة، فإن البيع يتوقف على الوفاء وعلى الأداء، أداء البائع للسلعة وأداء المشتري للثمن، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، أي غلب عليهم الكذب والخيانة، وغلب عليهم عدم الوفاء بالعهود، وغلب عليهم الكذب والتزوير والجحد، حتى إنه يذكر أن في القبيلة الفلانية ما زال بقي عندهم رجل أمين، وحتى يقال للرجل أن يمدح ويثنى عليه، يقال ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله. والمراد بهذه الألفاظ الثلاثة ليس حصرها، وإنما المراد بيان أنه يمدح ويبالغ في مدحه وفي الثناء عليه، ما أجلده ما أصبره وأقواه، ما أظرفه أي ما أحسن خلقه ولطيف كلامه ومعشره، ما أعقله، يمدح بهذه الأمور الدنيوية وهو عري عن الإيمان، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني أن الناس يتمادحون في أمور الدنيا ويتغافلون عن أمر الدين وأمر العقيدة، وهذا لا ينفع صاحبه ولا يجدي على الله منه شيئا. وهذه العلامة بقيت وتزداد، ظهرت الآن وتزداد. انظر في مدامح الناس في مجالسك، في وسائل الإعلام المختلفة، يمدحون الناس على أمر الدنيا، على أمر الدنيا، لا يمدحونه لما فيه من الدين أو من العلم، ومعلوم أن العلم من الدين، فلما كان مدحهم وثناؤهم وبالتالي ضده ذمه وقذعه على أمر هذه الدنيا، هذا لا ينفع عند الله، وإنما يصبح همهم الدنيا مادحا أو ممدوحا، آخذا أو معطيا. في الحديث الثاني يقول: ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. في حفظ أمر الدين، وأن المدح والثناء والأخذ والإعطاء إنما هو على صلاح القلب وصلاح الاعتقاد. نعم. وقال ابن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. قربه منك، قرب الصوت منك. أي نعم. وقال ابن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء منها؟ وخرجه الترمذي عن جبير بن نفيل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرئنه
فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء رضي الله عنه؟ فأخبرته، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثك، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس: الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقال حسن غريب. هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه بسنده عن زياد بن لبيد، وزياد بن لبيد من التابعين، فيكون مرسلا في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء في الرواية الأخرى أنه رواه زياد بن لبيد عن أبي الدرداء، وأقره عليه الصحابي أبو عبادة، الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فهذان شاهدان لهذا الحديث. والحديث عند ابن ماجه والترمذي وعند غيرهما، ويدلان على ذهاب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند أوان ذهاب العلم، فقالوا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ونساءنا ويقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، كيف يغيب هذا عنك؟ القرآن هو العلم الذي أوحاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن القرآن مخلوق، قال: القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. والله جل وعلا يقول في آية آل عمران: فمن حاجك فيه، أي في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم. ما العلم الذي جاء النبي؟ هو القرآن. تعجبوا كيف يرفع العلم ونحن نحفظ القرآن، ويحفظه أولادنا ويحفظه نساؤنا ويقرؤونه من بعدهم. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل وحفظوها وقرأوها وأقرأوها أولادهم؟ رفعت من بين أيديهم لما حرفوا وبدلوا ولم يقوموا بها. يقول جبير بن نفير، وهو والد التابعي الجليل سعيد بن جبير، يقول: لقيت عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء في بيعتي العقبة الأولى والثانية، قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وهذا فيه رد العلم إلى العلماء الذين يؤيد بعضهم بعضا في العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: صدق أبو الدرداء. والعلماء يصدق بعضهم بعضا لأن المشكاة واحدة والمصدر واحد، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس. العلم مجمل وثمة علم مخصوص، فأما العلم المجمل فهو الوحي كتابا وسنة، وأول أفراد هذا العلم المجمل الذي سيرفع الخشوع، يقرأ القارئ القرآن فلا يخشع، يصلي المصلي فلا يخشع، يذكر الذاكر ربه فلا يخشع، أي تكون حركات في لسانه وفي بدنه راكعا وساجدا قاعدا وقائما ليس معها خشوع. وتأمل في هذا الذي يسرق منه الشيطان صلاته، يركع ويسجد
ينقر صلاته كنقر الغراب، هذا لم يخشع. إذا سلم من صلاته أخرج مسبحة طولها مترين ثم خرطها بيده خرطا، أليس كذلك؟ يخرطها بيده خرطا، يقول أنا أذكر الله، لم يذكر الله تعالى. لما أضحينا نذكر الله بألسنتنا دون قلوبنا احتجنا إلى العدادات والمسبحات والحاسبات. من أكثر ذكرا لله، نحن أم رسول الله؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر ذكرا لله عز وجل، نحن أم الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم. هل اتخذوا مسابح وعدادات؟ ها، لا، لأنهم ذكروا الله بقلوبهم خاشعين وبألسنتهم قائلين. ودليل ذلك في الواقع، إذا أردت أن تعد الفلوس والدراهم تحتاج إلى مسبحة، ولا تعدها وأنت حاضر القلب؟ تعدها وقلبك حاضر، لأن قلبك متعلق بالدراهم والدنانير والدولارات، أما الذكر فقلبك لاهي. وهذا ذهاب الخشوع ورفعه الذي هو من رفع العلم، وهو علامة من علامات الساعة حتى يستتم رفع العلم جميعه بأن يفتح الناس مصاحفهم في آخر الزمان فإذا هي بيضاء، رفع القرآن من السطور وقد نسيه الحفاظ في الصدور لما أهملوه ولم يعملوا به ولم يتحاكموا إليه. أدر نظرك أيها المسلم في محاكم المسلمين في بلدان المسلمين لما هجروا حكم الشرع وحكم القرآن وحكم السنة واستبدلوه بحكم القوانين والدساتير المستوردة أو الأعراف القبلية الجاهلية، لم يعرفوا حدودا ولا حلالا ولا حراما، شيئا فشيئا، إلى أن لا يعرف القرآن إلا في المناسبات، شيئا فشيئا، حتى في المناسبات ينسونه، وإذا استحكم ذلك رفع القرآن عن الناس، وهذا رفع العلم. نعم. وذكر ابن ماجة من مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم وقال. زياد ابن لبيد. نعم، أحسن الله إليكم. وذكر ابن ماجة من مسند زياد بن لبيد رضي الله عنه بإسناد صحيح كما تقدم وقال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة ما يغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة رضي الله عنه ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله عنه. ثم أقبل عليه حذيفة رضي الله عنه فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح، ثم ذكر الإسناد إلى ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام، يدرس من الدروس وهو العفوي والزوال، كما يدرس وشي الثوب، أي ما فيه من العلامات. الثوب إذا أطيل لبسه أثر اللباس فيه فذهب هدبه وذهبت معالمه، حتى يأتي على الناس زمان لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، أي بحج وعمرة،
أو نسيك بالذبح على اسم الله ولا صدقة، يعني لا يبقى من شأن الإسلام عندهم إلا اسمه، أما شعائر الإسلام وأركانه فلا يعرفونها. وهذا الأمر بدأ الآن، فإن من الناس من اسمه مسلم واسم أبيه أسماء أبي المسلمين، ويبقى 50 و60 و70 سنة لا يعرف لا صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عبادة. يقول أنا مسلم، مسلم بإيش؟ بالوراثة، بالجنسية. هذا يتقدم الأمر ويزداد، إلى متى؟ إلى أن يأتي زمان حتى الصيام لا يعرفونه والصلاة لا يعرفونها. نقربها لكم في معنى الصلاة. الصلاة أليست هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد؟ من الناس من لا يصلي وهو مسلم إلا يوم الجمعة، وبقية الأيام لا يصلي. شابه اليهود والنصارى في صلاتهم يومي السبت والأحد. إذا ذهب ذلك الجيل جاء من أولادهم من يعرفون الصلاة إلا العيدين، ثم يأتي بعدهم جيل حتى الصلاة لا يعرفونها. بهذا ذهاب الإسلام شيئا فشيئا، وإنما تزول عرى الإسلام عروة عروة، أي فريضة فريضة وركن ركن، إلى أن يأتي على الناس زمان لا يعرفون أركان الإسلام. طيب القرآن أينه والسنة أينها؟ الآن الذين يحفظون السنة قليل بالنسبة إلى حفاظ القرآن، وحفاظ القرآن الآن كثير، لكن قل منهم من يفقهه ويعلم معانيه. قال ويسرى على كتاب الله في ليلة. ما الفرق بين السري والسروح؟ يقال سرى ويقال سرح. السروح الذهاب صباحا، والسري الذهاب ليلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم معراجه كان سروحا أو إسراء؟ إسراء، أي بليل. قال يسرى على كتاب الله، أي يمضى عليه في الليل في ليلة، فلا تبقى منه في الأرض آية. يرتفع الكلام إلى صاحبه إذا أهمله عباد الله واتخذوه وراءهم ظهريا. ولهذا في اعتقاد أهل السنة والجماعة المبني على هذه الأحاديث أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإيش؟ وإليه يعود. متى يعود القرآن إلى صاحبه؟ إذا استغنى عنه الخلق واستغنى عنه البشر واتخذوا المنهاج والقدوة والدساتير والحكم من غيره، كما هو أكثر حال المسلمين اليوم، سواء في أنفسهم أو في مجاميعهم ومجتمعاتهم. فإذا أسري على القرآن ولم يبقى منه شيء، فتح الناس المصاحف وإذا هي بيضاء، حفاظه في الصدور نسوه وأهملوه، تبقى طوائف من الناس، شيخ كبير في سنه وعجوز متقدم في عمره، وش يقولون؟ أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، سمعنا الآباء يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، سمعنا الأجداد يرددونها فنحن نرددها، ليس يبقى عندهم من الدين إلا هذه الكلمة. فقال صلة بن أشيب يسأل الصحابي الجليل من؟ حذيفة رضي الله عنه، قال ما يغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة. لماذا أعرض عنه؟ أعرض عنه مستكثرا هذا السؤال من جهة، ولئلا يكون وسيلة إلى تضييع الفرائض وإهمالها والتهوين من شأنها من جهة أخرى. لكن صلة لحوح، وهكذا طالب العلم إنما يحصل العلم بماذا؟ بلسان سؤول وبقلب عقول.
صبر طالب العلم على تحمل العلم وتلقيه ينفعه ذلك، أما إذا لم يطق تعلم العلم ما يحصله. ولو سألتكم سؤالا، ما هي أطول عبادة؟ هل الصيام أو الجهاد؟ أطول عبادة هي طلب العلم من المحبرة إلى متى؟ إلى المقبرة. ولهذا البالغون الواصلون في العلم قليل، ينقطعون في سيرهم وتحصيلهم. قال صلة بن أشيب يسأل حذيفة رضي الله عنه كيف تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يعرفون الصلاة ولا الصيام ولا النسك ولا الصدقة، حتى كررها عليه ثلاثا، فجاء الجواب من العالم من حذيفة رضي الله عنه، قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، لأنهم قالوها معتقدين إياها. من قال لا إله إلا الله وهو لم يعتقدها ما تنفعه، من قال لا إله إلا الله وهو يعمل بخلافها لا تنفعه، من قال لا إله إلا الله وهو شاك مرتاب فيها لا تنفعه، من قال لا إله إلا الله بلسانه وهو كاذب فيها لا تنفعه، من قال لا إله إلا الله وهو راد لمعناها لا تنفعه، من قال لا إله إلا الله تارك لمدلولها لا تنفعه. ولهذا لا إله إلا الله تنفع صاحبها إذا حقق شروطها، يقولها عالما لا جاهلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقولها موقنا غير مرتاب ولا شاك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قالها محبا لها ولمدلولها، فإن قالها وهو مبغض لها لا تنفعه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا قالها وهو كاذب لم تنفعه، فإن المنافقين قالوا لا إله إلا الله وهم كذبة، نفعتهم لضرتهم؟ ضرتهم، لم تنفعهم. قال لا إله إلا الله وهو مشرك غير مخلص لا تنفعه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قالها لا إله إلا الله وهو راد لمعناها لم يقبلها، قالها وهو لم ينقد لها تارك لمعناها لا تنفعه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. طيب هؤلاء كيف نفعتهم لا إله إلا الله؟ لأنهم جهلوا الصلاة والصيام والنسك، نشأوا في بيئة جهلت ذلك، والعلم هو سبيل العمل، فمن جهل أمرا ومثله يجهل فهو معذور. إذا نفعتهم لا إله إلا الله التوحيد لما لم يأتوا بالفرائض، لأنهم جهلوا فرضها عليهم، حيث نشأوا في جيل وزمان وجهة استحكم فيها الجهل استحكاما حتى لم يعرفوا شرائع الإسلام وفرائضه. وهذا دليل لما سبق بأن رفع العلم شيئا فشيئا إلى أن يستحكم الجهل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث الفتن، ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما مقاما ما ترك فيه شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. قال رضي الله عنه والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا، يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. نعم، هذا الحديث حديث الفتن في إحدى أوجهه ورواياته، وقد رواه مسلم في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. هذا الحديث يفسره ما سبق لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، فرقى المنبر فحدثهم ما يكون من أمر إلى أمر الساعة إلى أن تكون، ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع بعدها ورقى المنبر وأتم حديثه إلى العصر، ثم نزل فصلى العصر ثم رجع إلى منبره فذكر حديثا مما يكون إلى قيام الساعة إلى أن غربت الشمس، ما ترك أمرا إلى قيام الساعة إلا أخبرهم به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان أعلمنا أحفظنا كما قاله الصحابة. مما ذكره في ذلك الموقف يقوله حذيفة، يقول: إني أرى الرجل فأعرفه من وجهي لرأيته، وكنت نسيته إذا مر عليه الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ما ترك جماعة 300 فأكثر إلا ذكر اسم قائدهم واسم أبيه واسم قبيلته، وهذا من علم الغيب الذي أورثه الله نبينا وأوحاه الله إليه وكان خفيا على الناس. قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. وله عنه رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا أنبأنا فيه عن الفتن، أنبأ فيه عن الفتن فقال وهو يعد الفتن: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. هذا الحديث رواه مسلم أيضا عن حذيفة، فإن الناس قالوا: أكثر علينا حذيفة في أحاديث الفتن. وقال له عمر لما قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قال: أنا. قال: والله إنك لجريء. حذيفة رضي الله عنه يقول: ما هو أن النبي أسر إلي بسر لم يسره إلى غيري، ولكنه حدث بحديث الفتن في رهط، ذهب أولئك الرهط ما بقي إلا أنا، ولهذا حفظت هذا العلم. أيهما أعلم من الصحابة، أبو بكر أم أبو سعيد الخدري؟ ها، كلكم تقولون أبو بكر، نعم، لكن أبو سعيد أوسع رواية. لماذا؟ لأنه عمر وعاش وتلقى عنه الناس حديث رسول الله. كذلك حذيفة، ذهب أولئك الرهط من الصحابة الذين سمعوا الحديث وهو تأخرت وفاته حتى انتشر عنه العلم، وليس معناه أنه أعلم منهم، لكن الله أبقاه وأمتعه حتى روي عنه العلم. ذكر في حديثه عليه الصلاة والسلام ثلاث فتن لا يكدن يبقين أن يذرن شيئا: فتنة المال، فتنة التصاوير، فتنة البغضاء والغل والحسد والهرج والمرج، لا يكاد يسلم من هذه أحد. وذكر بينها فتنا صغارا وكبارا مثل رياح الصيف، أعاصير الصيف منها أعاصير عامة ومنها خاصة، صغار وكبار، وهذا من باب التشبيه بالمحسوس ليكون مفهوما لدى المخاطبين. نعم. اكتب سؤالك، اكتب سؤالك. ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر فيها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟
فقال: هي هرب وحرب ثم فتنة السوداء، دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء، ولا لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل له فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غد. وعن أبي هريرة. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، ورواه أيضا الإمام أحمد وغيرهما عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الفتن وأكثر فيها، أكثر من تحذيره وإنذاره وتفصيله في هذه الفتن، حتى ذكر من جملتها فتنة الأحلاس. الأحلاس جمع حلس، وهو ما يوضع بين السرج وبين الشداد وبين البهيمة من الكساء، وسميت بفتنة الأحلاس لطول ملازمتها، ملازمة الإنسان حلسه. ولهذا يقال في الرجل الذي يبقى في بيته لا يخرج منه كثيرا يقال فلان حلس بيته، أي ملازم لبيته. فتنة الأحلاس أي الفتن الملازمة. فقال قائل من الصحابة: يا رسول الله، ما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب، هرب الفتح، وحرب، هرب يفر الناس بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والبغضاء والمحاربة والمعاداة، وهذا في انتشار البغضاء بين الناس. تجد الرجل يخرج عن بلده ينتقل بأهله إلى بلد آخر، لماذا؟ لما بينه وبين جماعته وأقاربه من الغل والبغضاء والحسد والقيل والقال، هذه فتنة الهرب. هذه الفتن تورث البغضاء في النفوس، والحرب والمقاتلة تقوم على العداوة والبغضاء، ثم بعد هذه الهرب والحرب تأتي الفتنة السوداء. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالسوداء لشدتها، كما أن الشيء الشديد يكون أسود، السحاب المثقل بالماء يكون أسود، فإذا أطبق على الأرض حتى في الظهر كأن الناس في المغرب. ويقال لها فتنة السراء، أي النعم والخيرات، لأن الخير والعافية والنعمة مطغية للإنسان، يصاب بتخمة من النعم، يقول: لا، ما يجيني المرض، يجيه أموال يقول: آمن من الفقر. دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، أي الفتنة السوداء السراء سببها رجل ينتسب إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الحق لا يعرف بالنسب. عم النبي أبو لهب في الجنة ولا في النار؟ في النار. طيب هو عم رسول الله، لم ينفعه ذلك، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن لا تنخدعوا أيها المسلمون بطيب النسب وانتسابه إلى البيت النبوي فيزكى كل عمله. لا، أبو طالب، من أبو طالب؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم حدب أبو طالب ظهره على رسول الله يحميه ويرعاه ويصونه؟ كم سنة؟ 43 سنة. عشر،
20 30 43 سنة وأبو طالب حدب على نبينا ظهره من يوم ما مات عبد المطلب والنبي عمره 8 سنين إلى أن مات أبو طالب والنبي له كم؟ 50 سنة. كم المجموع؟ 43 سنة. لم يؤمن أبو طالب، لم يقل لا إله إلا الله، مع أنه أقر بأن دين النبي هو الحق. ألم يقل أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ثم قال فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. أليس هذا قول من آمن بالرسول؟ لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال في قصيدته اللامية التي حق أن تكون من المعلقات لما حصرته قريش في شعب أبي طالب الذي من وراء الكعبة 3 سنين، قال قصيدته اللامية المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه. على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. لم يؤمن، لماذا؟ يخشى الملامة أو المسبة. أدركه نبينا قبل أن يموت بلحظات: يا عمه يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. آمن الأبعد فهذا الأقرب، آمن القصي ولم يؤمن هذا الدني. قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال أبو طالب لا، هو على دين عبد المطلب. أتدرون لما؟ لأن الله قيض له قرنا سوء كانوا سببا في سوء خاتمته. حضرت أبا طالب الوفاة فكان عنده أبو جهل وأمية بن خلف وعبد الله بن ربيعة، فقالوا: يا أبا طالب، أترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ أترغب عن دين عبد المطلب؟ فما زالوا به حتى قال لا، هو على دين عبد المطلب. فات أبو طالب نبينا فلم يؤمن، فبكى، بكى نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا بكى؟ أن آمن به الأبعدون ولم يؤمن به عمه الأقرب. أنه لم يستطع إنقاذ عمه من النار، فأنزل الله في هذا تسلية لنبينا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا كله أيها الإخوة لأن الانتساب إلى الشرف لا يكفي حتى يكون العمل موافقا لعنوان الشرف وهو الوحي. من أولياء النبي؟ ليس أولياؤه العصاة والفجار ولا الكفار ولا المشركون، إنما ولي رسول الله المتقون المؤمنون. بلال ذلك الحبشي أقرب إلى رسول الله من أبيه وأمه.
ومن عمه وخاله، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال: ثم يصلح الناس على رجل كورك على ضلع، يصطلحون بعد الاقتتال والهرب والحرب والفتن السوداء على رجل كورك على ضلع، يعني أنه لا يستقر له الأمر، أسرع ما يكون بماذا؟ بانتهائه، لكنه هو خليق بهذا الملك وبهذه الإمارة. ثم بعدها فتنة الدهيماء أو الدهماء، وتصغيرها الدهيماء من الدهماء للذم والتقريع والتقبيح، وهي فتنة عظيمة داهية طامة، وإنما صغرها تقبيحا وتشنيعا لها. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يعني أنها أثرت فيه. فإذا قيل إنها انقضت هذه الفتنة انتهت، ظن ذلك تمادت، وهذه الفتنة الدهماء العظيمة هي التي يصبح فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، وهي التي يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه لما رق وضعف ولم يبال به بعرض يسير زائل من عرض الدنيا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، هذه الفتنة إذا وقعت يصير الناس إلى قسمين، إلى فريقين، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يصير الناس إلى فسطاطين، أي إلى فريقين لا ثالث لهما. فريق فسطاط إيمان، صدق، توحيد، لا نفاق فيه، وفسطاط آخر فسطاط نفاق ورياء وكفر لا إيمان فيه. فإذا وقع هذا الأمر انقسم الناس إلى هذين الفريقين، قال صلى الله عليه وسلم: فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، دلالة على أن الدجال متى يظهر؟ بعد كم سنة؟ بعد 20 إلى 40. يظهر الدجال إذا فسد الناس بفساد زمانهم، فيفسد الزمان متى؟ إذا فسد الناس يظهر على هؤلاء الدجال. وما هذه الفتن إلا مرققة ومهيئة ومقدمة لظهور أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة، وهي فتنة المسيح الدجال، الذي ما من نبي من أنبياء الله إلا وأنذره أمته. نوح عليه السلام أنذره قومه، موسى وإبراهيم وعيسى أنذروه أقوامهم، وكان أشد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إنذارا وإعذارا وتحذيرا من الدجال هو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. رواه البخاري. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو من أحاديث الفتن، وكان الإمام أحمد رحمه الله ينهى أن يحدث الناس بأحاديث الخروج على السلاطين، لئلا يتخذها الخوارج ذريعة وسبيلا إلى تحقيق مآربهم. حديث أبي هريرة هذا يقول: حفظت من رسول الله وعاءين، أي من العلم، تشبيه للعلم بما يكون في الوعاء، فأما أحدهما، أحد الوعاءين، أحد الخبائين والكيسين، بثثته ونشرته. وهذا أكثر أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. كم رواياته في السنة؟ رواياته في السنة كثيرة، أكثر من 7400 حديث،
وأما الوعاء الآخر فلو بثثته لقطع هذا من هذا، وهو في تسمية أسماء أمراء السوء ورؤساء السوء من أهل البدع وأهل الظلم والجور. ألم يقل في حديث حذيفة: ما من سرية 300 فأكثر إلا أخبرنا النبي عن أسم قائدها واسم أبيه واسم قبيلته؟ من هذا أيضا ذكر أئمة السوء وأمراء السوء وزعماء البدع والسوء. ولو كان في هذا العلم خير للناس لحفظ وبث، لكن الله جل وعلا حفظ دين الناس بغير هذا، فصار هذا من فضول العلم لا من أصوله، من حواشيه لا من عمده وقواعده. وإلا ما به حفظ الدين حفظه الله وبقي، ما به حفظ دين الله حفظه الله عز وجل وبقي، لأن الله وعد وعدا حقا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. وله عنه رضي الله عنه قال: طيب، وله عنه، له الضمير إلى من؟ البخاري. إلى البخاري. عنه عن من؟ هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث. نعم. أحسن الله إليه. وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت أمتي على يدي أغيلمة. هلكت. أحسن الله إليكم. هلكت أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال مروان لعنة الله عليهم: غلمة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم هؤلاء أحداثا غلمانا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. وجده الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وله أيد البخاري عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من الصادق؟ هو رسول الله المصدوق. من صدقه؟ صدقه ثلاثة: أولهم الله الذي صدق رسوله، ثانيهم جبريل، ثالثهم المؤمنون. فأنتم أيها المؤمنون ممن صدقتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: لماذا قال أبو هريرة أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولم يقله في أحاديثه الأخرى؟ لأن هذا الحديث من أحاديث الفتن، وهو من الوعاء الذي لم يبثه، حتى لا يقول قائل: كذب أبو هريرة، لم يصدق، فيقول: هذا ما حدثني الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: هلكت أمتي، أي هلاكها. هلك اسم مرة، أي هلاكها، على يد أغيلمة من قريش، أي سبب هلاكهم بسبب أغيلمة. أغيلمة تصغير إيش؟ أغلام. والتصغير هنا للتمليح أو للتقبيح؟ أجيبوا يا معشر العرب، التصغير يراد منه التمليح أو التقبيح؟ التقبيح، يراد منه التقبيح والتشويه والذم. هلاك هذه الأمة بسبب أغيلمة، أي حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من قبيلة قريش، مع أن قريش أشرف العرب. كذا؟ نعم، هم أشرف العرب. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، وإن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. اللهم صل وسلم عليه. ومع ذلك يخرج منهم
هؤلاء الأغيلمة الذين يكونون سبباً في هلاك الأمة. من حدث بهذا الحديث؟ أبو هريرة. فحضره مروان ابن الحكم ابن أمية ابن عبد شمس ابن من؟ عبد مناف. فعبد مناف أولاده أربعة: هاشم جد من؟ جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلب جد بني المطلب، والمطلب وبنو هاشم كلاهما الذين حصروا في الشعب بسبب أنهم لم يسلموا رسول الله لقريش ليقتلوه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. الابن الثالث عبد شمس جد بني أمية وجد عثمان بن عفان الصحابي الجليل، ولهذا يقال لهم الأمويون. أبو عبد شمس من هو؟ عبد مناف. الرابع نوفل جد الصحابي الجليل الحكيم العاقل السيد الشريف نوفل بن حكيم، حكيم بن نوفل، حكيم بن نوفل، ورقة من بني زهرة. قبائل قريش 9 قبائل. إذن كون هذه الأغيلمة من هذه القبيلة الشريفة لا يعني تزكية جميع أفرادها، كما أن الرجل الذي هلاك الأمة على يديه من يزعم أنه من آل بيت النبي وآله هم المتقون. قال مروان ابن الحكم ابن أمية ابن عبد شمس قال: عليهم لعنة الله عليهم أغيلمة، وهم من ذريته. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. لماذا لم يقلها أبو هريرة؟ هل هو كتمان للعلم؟ حاشا وكلا، وإنما لئلا يسبب على الناس شرا ويضفي عليهم فتنة، لئلا يضفي عليهم فتنة. يقول راوي الحديث عن جده أبي هريرة: فكنت أخرج، المتكلم هو عمرو ابن يحيى يرويه عن سعيد ابن عمر عن أبي هريرة: أخرج مع جدي إلى بني مروان لما ملكوا الشام، كان فيها ملكهم وخلافتهم، فإذا رآهم هؤلاء حدثاء الأسنان أي صغارا في سنهم وعليهم آثار الملك والفخامة والترف، قال: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. يقول: يا خوفي أن هؤلاء من هؤلاء الغيلمة الذين فيهم هلكة هذه الأمة. فقلنا: أنت أعلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصرح به درءا للمفسدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن السعي في الفتنة. إذا عرفت يا أيها المسلم وأنت يا طالب العلم على وجه الخصوص، عرفت شر الفتن وغوائلها وخطرها وشررها وأثرها، فاحذر أن تكون ساعيا إليها، احذر أن تكون رأسا فيها، اهرب وانجو بنفسك من الفتن لعلك أن تكون ناجيا منها، لأن الفتن والهرج والمرج تستشرف لها النفوس وتتطلع لها القلوب، والملقوف يبحث عنها. انتبه، اهرب من الفتن، والذي أمرك بذلك نبيك عليه الصلاة والسلام فيما تسمعون من الأحاديث في هذا الباب. نعم. ولأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي.
قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وابن عمر وغيرهم. لماذا اختار المصنف المجدد الشيخ محمد هذه الرواية عن أبي داود مع أنها في الصحيحين؟ لماذا؟ زيادة لفظة لأن في هذا الحديث لفظة لم تأتي في الصحيحين أراد بها هذا المعنى. الحديث في الصحيحين ستكون فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، القائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي أي الراكض، والقاعد خير من القائم، فمن وجد ملاذا فليلذ به، ومن وجد معصما فليعصم فليعتصم به. الرواية ها هنا جاءت بزيادة قوله: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. أحلاس جمع حلس أي المتاع القديم البالي في البيت، لطول ملازمته في البيت لم يخرج منه، أثاث قديم، أي كن حلس بيتك كالأثاث القديم الذي لا يخرج من البيت عند ورود الفتن. لماذا؟ ليسلم هو أولا في نفسه ويسلم الناس من شره ومن فتنته. نعم. ولابن ماجة عن أبي بردة. لا. ولابن ماجة. ولابن ماجة من غير التاء. أحسن الله إليك. لأن ماجة بهاء ليست بتاء. أي نعم. ولابن ماجة عن أبي بردة رضي الله عنه قال: دخلت على. هل أبو بردة صحابي؟ أحسن الله إليك. ها؟ لا. أو الله يرضى علينا وعليكم كلنا. أبو بردة تابعي وهو ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. نعم. أحسن الله إليك. ولابن ماجة عن أبي بردة قال: دخلت على محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية، فقد وقعت وفعلت أو ميتة. أحسن الله إليكم. أي نعم. ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية، فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن مسلمة الذي أم بقومه وعمره 8 سنوات، لأنه حفظ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي عن فتنة واختلاف وافتراق، وأمره أن يأخذ سيفه ويضرب به أحدا ليكون حديدة لا تمضي فلا تقتل. حد السيف حاد ولا غير حاد؟ إذا ضربت به الجبل انثلم هذا الحد، أي لا تسعى في الفتنة واكسر سلاحك ولا تخوض فيها. وعمل بهذا محمد بن مسلمة في الفتنة التي جرت بين الصحابة فلم يشارك فيها، وكان من عيون الصحابة أي من رؤسائهم الذين لم يخوضوا في فتنة ما جرى بين الصحابة، هو وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وأبو بكرة، أكثر الصحابة لم يخوضوا في أمر الجمل ولا صفين، وقد عددت من خاض فيها من الصحابة في الطرفين فلم يتجاوزوا 100، والصحابة رضي الله عنهم كم هم؟ 10,000. أخذوا بهذا الحديث، اعتزلوا الفتن، قال: حتى لو تبقى في بيتك فتأتيك يد خاطئة أي ظالمة معتدية باغية للفتنة، أو تأتيك ميتة قاضية فتكون عبد الله إيش؟ المقتول، ولا تكون عبد الله القاتل.